محتاجين نص كيلو من الدقيق، عايزين ربع كيلو من السمنه، ممكن تبقى سمنه على زيت يكون احسن، معلقه انا اسفه، معلقه صغيره خميره فوريه، معلقه صغيره من السكر، نص معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، 3 ارباع كوب حليب دافي، ممكن تستخدمي حوالي نص كوبايه، مش شرط يبقى 3 ارباع كوب، 3 معالق كبار من السمسم المتحمص، لو تحبوا تضيفوا شمر بنضيف معلقه كبيره من الشمر المطحون بس يبقى لسه متحمص، يعني تاخديه على النار كده تشويحه وبعدين تطحنيه، ومعلقه كبيره من اليانسون برضو لو حابين اليانسون والشمر مع بعض لطيف، عايزه يانسون بس اوكي، عايزه شمر بس اوكي، عايزه تضيفي محلب تمام جدا، فالنكهات دي بترجع لك. الحشوه تبقى ملبن طري او تبقى عجوه مفرومه زي ما احنا حابين برضو. يلا بينا، اول حاجه هنعملها ان احنا نحط الدقيق بالشكل ده، نشتغل في العجينه دي بايدينا ولا بعجانه؟ والله انا بحب اشتغل بايدي فيها، فممكن تشتغلوا بايديكوا على رواقه كده، تبصي الدقيق وتحطي له مكوناتك وكده تشتغلي تبصيها بايديكي، مش مهم خلص عجانه، لان هي لو اتعجنت بزياده بتطلع عرق كده، فاحنا هنقلبها، انا حاطه هنا التقليب اهو، هنقلبها، نحط بقى اشيائنا، حطينا بقى سمسم، شمر، ينسون، خميره، سكر، ممكن السكر يزيد سنه، تحطوا ربع كوبايه مثلا، ربع كوبايه السكر دي لما تتوزع على كله هتدي طعم حلو قوي. وعلى طول هننزل بالسمنه والزيت، اوكي كده اهو، ننزل بس كل مقدارنا كده عشان نقلب وايه نشرب الدقيق من القصه دي. يلا بينا، نفتح على طول، نجيب اللي في الجناب كده، تبصي بايدك او تبصي كده بالتقليب كده مفيش اي مشكله خالص عادي. يلا تاني، انا ما بحطش الا لما كله يتبس، مش هحط سوائل. تعالوا بقى ايه ناخدها كده فيس تو فيس، نبص عليها كده مع نفسنا ومع بعضينا عشان تبقوا شايفين ايه كل التفاصيل، نبص بس كده، ده مهم بالشكل ده كده، سمنه حلوه بقى كده على زيت حلو، وبعدين نلم بقى العجينه بتاعتنا بشويه اللبن حبه حبه، عايزه تعجني بميه عجني بميه مفيش مشكله، نحط اللبن واحده واحده، ما تعجنيش ها، بتلمي كده، العجينة دي ما بنسيبهاش تخمر كتير، هي بس بترتاح حوالي ربع ساعة وبعد كده نشتغل فيها على طول. خدت مننا ايه شوية اللبن كلهم هم اللي احنا قايلين عليهم بالظبط، على حسب بقى نوع الدقيق بتاعك تظبط معاكي على طول. جمعي بقى العجينة كده عشان هي كل ما هنديها كل ما هتشرب،
فخلاص مش هنديها تاني. العجينه بتاعتي لمت وبقت زي الفل، وخدت كميه اللبن اللي انا قايله لكم عليها. لو عايزين تعجنوا بميه عجنوا بميه مفيش مشكله، هنسيبها ترتاح ربع ساعه اوكي، وبعدين نشتغل فيها على طول. نقسم بقى كده العجينه بتاعتنا ونشوف هنشكل ازاي القراقيش بتاعتنا زي ما احنا حابين. اوكي، لو انا عايزه مثلا اعمل الساده هقوم عامله كده واقطع القرقوشه بالحجم اللي انا عايزاه اهو. ده مثلا شكل من اشكال الساده. عايزه احشي بحشوه للعجوه مثلا، تعالوا نفرد كده. كده اهو نرفع بقى هنا كده، انا بحب اللي بالعجوه اكتر طبعا. لا الساده جميله برضو مع شاي بلبن تحفه، عشان رغده بتقولي وانا وموفره طبعا. ده حقيقه يعني. يلا نحشي بقى بالعجوه كده، نحط كده العجوه بالشكل ده، نقفل عليها كده وكده. اوكي نقطع صوابع صوابع. اهو بصوا يلا بينا نحط بقى كده ايه ايه. حاضر ايه لسه صح؟ نعيش السادة دول من هنا، شكلهم يعني مش مهم يبقى عندنا سادة في نفس الصاج. انا بحب الشكل ده في القراقيش قوي بتاعت العجوة عشان بحسه على قديمه كده. بقى كده العجوة لحد نص القطعة اللي احنا بنحشيها عشان دي اسهل طريقة للحشو. اوكي ونقفل زي الساندوتش كده كده اهو كده كده كده. يلا بينا اصابع متساوية لذيذة. عارفين كان في شكل زمان بحبه قوي برضو، ما كانش بيبقى شكل قوي يعني، هو اصلا تقريبا كانوا بيعملوه بواقي العجين، بس انا فاكراه ان هو كان برضو شكل من الاشكال التقليدية الجميلة جدا اللي كان بيتعمل بعجينة القراقيش. ده بيبقى الشكل اللي احنا متعودين عليه زي ما احنا شايفين كده، لذيذة جدا جدا جدا. طبعا الرف في النص ده اهم حاجة عشان ما يبقاش ايه متلسوة، وهي بتاخد اللون من فوق ومن تحت من غير ما انت تشغلي الشواية. اذا حسيتي ان انت فرنك ضعيف يبقى لما تاخد لون من تحت خلاص وتطمني ان هي كده تمام، تقومي مشغلة الشواية تدي اللون اللي انت عايزاه. اوكي نشيل احنا ده، انا عايزة اعمل الشكل اللي قلتلكوا عليه. فين فين ناخد حته كده كبيره، هي بتبقى ولا حاجه. انا عندي هنا مقطع صغير مدور ولا مفيش؟ الاقي زي بسكوته مدوره كده، عايزه زي القطايف اعملها دوريه زي القطايف. طيب زي القطاعه كده، اذا في قطاعه يعني مفيش خلاص. فن هندسي فن تشكيكي. بس مش متاخدوش على كده، شوفوا لي البتاع فين. يا ثانيه واحده
ده الشكل، ما كانش بيبقى شكل قوي، هو بيبقى كده بس زي القطايف. مش عارفه ده كانت تيتا بس اللي بتعمله ولا انتوا كمان، انتوا كمان بس صح. ده كان شكل تقليدي لذيذ، كان عامل زي القطايف كده، بنقفلها وبتتاكل مقفوله، وكانت بتبقى حاجه حلوه قوي على فكره قوي. بس ساعات بقى كانت بتديها ايه شكه كده من هنا، حاجه بسيطه. احنا بس لا، هو بيقول لي كانوا هما كمان. ها دي حلوه قوي. اديني معلش، ممكن تبصوا على الصاج، مش الصاج تحفه. ايوه كده، شكرا. انتوا اديتوهاني ملولوه بس، تمام اوكي، ما كانش عندنا الملولوه دي زمان. حلوه، احنا غيرناها خليناها سمبوسه. يلا كده، ونقوم ايه حشينها بالعجوه كده. وكانت بتتعمل كمان بالكحك، بواقي عجينه الكحك عشان تقريبا بقى ما يشكلوش وكده، وجع دماغ وبتاع بيقصروا يعني. ايوه هو الشكل ده كان لذيذ قوي قوي. تمام، بواقي العجين لازم نجمعها كلها بالشكل ده كده، طبعا من غير عجوه ولا اي حاجه، وتسيبيها ترتاح كده تاني، وبعدين تفرديها وتحشيها. مش هتفرد معاكي ولا هتتحشي الا لما ترتاح 10 دقايق كمان، متغطيه من غير ما تنشف.